خطوبة قريبة ومفاجأة نارينا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نور سارس اللي تفاعلت بمجموعة من الستوريات على الانستغرام، صرحت انه بشهر 9 عم تجهز لمفاجأة كتير كبيرة لجمهورها، وكمان اكدت لجمهورها انهم يصوتوا لها في مسابقة نيكولوديان. والبعض بيتوقع انه نور سارس يمكن راح تعلن عن خطوبتها. وايضا بعد ظهور نارين بيوتي امبارح على سناب شات، لاحظ الجمهور انه نارين قصت شعرها. نمر الى الفنان السيلاوي، الاغلب بيتوقع انه خطوبته قريبا حسب ما اعلن والده على الانستغرام، فوالد السيلاوي دايما بينشر ستوريات على صفحته بالانستغرام بيأكد انه هو راح يفرح بالفنان السيلاوي قريبا. ومبارح كمان نشر ستوري على الانستغرام علق عليه الله يجعل ايامك بجمال الورود. ننهي فقط الاخبار بستوريات قمر الطائي ولانا محمد. طب قولنا صحة لنروح نختنق يا عودين.